بعد أن كانوا يعيشون في واحدة من أكثر المناطق العشوائية خطورة، هذه هي مساكنهم الجديدة تستعد لاستقبالهم خلال أشهر معدودة، لتتحول بذلك تل العقارب إلى تل الأمل. المشروع هو 816 وحدة سكنية موجودين في 16 بلوك سكني، مكونين من دور أرضي وخمس أدوار متكررة. مساحات الوحدات السكنيه من 60 متر ل 90 متر. المحلات عندنا 344 محل، في عندنا في مشربيات وعندنا في مداخل مميزه بالحجر، وتلاقي التصميم المعماري البيئي لحي السيده زينب. احنا استلمنا هنا مشروع 1/9/2016، ان شاء الله تنفيذ في منتصف العام القادم باذن الله تعالى. قرابة 5000 وحدة سكنية وبتكلفة تزيد على 800 مليون جنيه أقيم مشروع المحروسة بجزئيها الأول والثاني بدعم حكومي وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. احنا ابتدينا الشغل هنا في نهايات 2015، شهر 11/2015، وابتدى العمل الفعلي بعد تجهيز الموقع في نهاية يناير 2016. احنا عندنا موقعين مش موقع واحد، محروسة واحد، فيها اجزاء من الخدمات زي مجمع امني، في نقطة شرطة، وفي مركز اطفاء، وعندنا مديرية صحة ومنافس بيع للقوات المسلحة، وجزء لحضانة للاطفال، ودي تقريبا 360 متر مصغر. كما تشاهدون ها هو المحروسة يحقق حلم الاف الاسر في معيشة كريمة وادمية. ليست المحروسة وحدها، بل هنا أيضا في تل الأمل سيكتب لسكانها حياة جديدة، ليصبح هذان المشروعان إنجازا جديدا لتطوير المناطق العشوائية وخطوة نحو إنجاز أكبر في أن تصبح مصر بلدا بلا عشوائيات.